تواصل وحدات الدرك الوطنية التابعة للمجموعة الإقليمية عنابة حملاتها التحسيسية الخاصة بمنع السباحة وولوج المواطنين لشواطئ المدينة خلسة، وذلك تطبيقا لقرارات السلطات العليا في البلاد الخاصة بإجراءات الوقاية والحد من تفشي وباء كورونا. المزيد من التفاصيل في تغطية جمال لتيم. تبارك الله فيهم وربي يعيشهم ان شاء الله ويحافظوا علينا. لا ما قلقوناش، فرحوا بينا سيدي وفي مصلحتنا، في مصلحتنا نحن هايا، وربي يعيشكم ان شاء الله وربي يفتح عليكم وتبارك الله فيكم. لازم المواطنين تاعنا يكونوا واعيين، يحترموا الحجر الصحي، لازمهم يطبقوا، ما يروحوش البلايص اللي فيهم الغاشي، سورتو الشواطئ والبلايص اللي فيهم الاكتضاد حتى يفوت علينا البلاء. اوني بوغ يحبسوا الشواطئ، يحبسوا كلش حتى يترفع علينا البلاء هذا. ملاحه من مصالح الدرك اليوم عبر الشواطئ، احنا نستحسنوها ونوجهوا كلمه للمواطنين ياجلوا الموسم الاصطياف اللي فيه فايده لينا احنا وفيه صحتنا لينا احنا، مازالت الايام طويله ان شاء الله. مواطن جيت من ولايه سوق خراس، لقيت الدرك رجال الدرك دايرين حمله تحسيسيه على جال المرض هذا، ماذا بينا نتبعوهم احنا، نتبعو الدولات، انا حاجه مليحه للشعب. هذه الحملة التحسيسية انطلقت من مدينة جيجل الساحلية ثم بيجاية ثم سكيكدا، واليوم نقوم بحملة تحسيسية في نفس الموضوع من شواطئ مدينة عنبة من أجل إبلاغ المواطنين بقرارات السلطات العليا في البلاد بتأخير موسم الاصطياف وهذا لسلامتهم وأمنهم صحيا، وتدبير أيضا التباعد الاجتماعي لأن الشواطئ معروفة بالاكتضاد والتراسق، وبهذا مما يؤدي إلى عدوى بفيروس كورونا. كذلك من خلال الحملة التحسيسية نبلغ جميع المواطنين المقيمين في المدن الداخلية بعدم التوجه إلى الشواطئ في المدن الساحلية وقاية لهم إلى غاية صدور قرارات جديدة من طرف السلطات العليا في البلاد.